السلام عليكم ورحمة الله، بكل الخير يتجدد لقاءنا معكم نشوى من قناتكم أكتب وومن. بشكر كل اللي سأل على والدتي ودعا لها. وقبل ما نبدأ الفيديو ندعي لجميع مرضانا بالشفاء، اللهم اشفيهم جميعا آمين يا رب العالمين. أنا عندي هنا إصابة، عندي نبات اللوبيا لقيته عالي عناكب وحافرة الأنفاق. عندي هنا على محصول، عندي هنا على نبات اللوبيا زي ما انتوا شايفين كده، في العناكب السوداء في حافرة الأنفاق. شايفين الورقة متاكلة ازاي؟ زي ما انتوا شايفين بتمشي كده بتاكل في الورقة. هنا شايفين العناكب السوداء على الأغصان، شايفين في كمان محلول الثوم والشطة والصابون، وهرش دلوقتي لازم ارش الورق كويس جدا من فوق من تحت. طبعا في هنا شكلة فلفل ممكن تتصاب، طب ارشها برضو كوقاية. انا برشها بالليل بعد الغروب، بس انا حبيت ارش دلوقتي الساعة 6، لسه الشمس مش هتطلع دلوقتي عشان يبقى التصوير باين لكم كويس. العناكب والمن وحفرة الانفاق كل ده محلول الثوم والشطة والصابون بيقضي عليهم، هو مرة كل يوم لمدة 10 ايام ان شاء الله، يعني على اسبوع كده مش هيبقى فيه حاجة. وهنتابع مع بعض ان شاء الله. لازم ارش النبات كويس جدا جدا، كله كل النبات، الورقة من فوق ومن تحت والساق كل حاجة. وما فيش مشكلة لو نزل للترب، لازم نرش كويس قوي قوي. كمان لو في عندنا زيت البرافين نحط معلقة هيبقى حلو قوي. المحلول ده انا حاطة توم، راس توم، حطيت معاها معلقة شطة باودر، شطة سبايسي صغيرة، وغليتهم مع بعض. وبعدين لما نزلته من على النار غليتهم لمدة ربع ساعة. لما نزلته من على النار ضفت معلقة الصابون وضفت كمان معلقة خل صغيرة. الخل برضو بيطهر وبيقضي على الحاجات دي برضو، فالخليط ده كله مع بعض كويس. طيب في ناس مش عايزة تحط خل، ناس مش عايزة تحط شطة، مفيش مشكلة. حط رأس الثوم مع المية تغلي كويس قوي، بعدين هرسوهم مع بعض او اضربوهم في الخلاط وصفوهم. وعايزة تحطي بقى عليهم الصابون حتى، مش عايزة مفيش مشكلة. هو الثوم بس الصابون على فكرة يا جماعة والله هو مش هيأذي، لان هي نسبة صغيرة، ده معلقة على لتر المية. يعني انا بحط لتر مية واحط فيه الثوم والحاجات دي كلها، فبيكون وحتى الخل برضو بيكونوا تخفف جدا يعني، بس بيدوا كلهم مع بعض تأثير كويس قوي. زي ما شايفين كده لازم اغرق النبات كله، لان الحشره دي شايفين اكل الورقه، اكل الورقه تماما، بتدمرها يعني زي المن برضو بيمص العصاره اللي في الورقه، والورقه تكرمش زي دي كده. شايفين عامل ازاي؟ ان شاء الله خير باذن الله. اي حد عنده عناكب، عنده من، عنده حشرات مش عارف مصدرها ولا اسمها ولا اي اصابه يعني مش عارف اي حاجه عنها، يستعمل المحلول ده كويس جدا جدا جدا. في ناس قول على التعليقات في الفيديو اللي انا كنت عاملاه، لو الناس مجرباه وبتشكر فيه. وانا عن نفسي ما بنشرش حاجه لما اكون جربتها. فان شاء الله خير. فأي حد حتى لو ما عندوش إصابة يعمل الموضوع ده مرة كل شهر كوقاية، يعني ما يستناش إن الإصابة توصل للنبات.
يعني انا هرش كل النبات اللي جنبه برضه علشان ممكن يحصل له اصابه، فهو لو مش مصاب مفيش مشكله، مش هيتضر من المحلول يعني، ولو مصاب يبقى خلاص اديته العلاج. واخدين بالكم؟ يعني نرش كل شهر كوكاي. انا ملاحظه ان الحشرات السودا دي نزلت، لسه بقى في اجزاء كده مصابه يعني لونها بقى غامق، لكن شايفين مش عارفه اذا كانت الكاميرا جايبه الحاجات السودا دي وهي بتنزل، ما بتستحملش الصابون والثوم والحاجات دي. عايزه اوريكم نزيد سيبتها اكتر، ان شاء الله بكره بقى ارش لمده 10 ايام ان شاء الله هتبقى كويسه. حبيت اوريكم ان اللوبيا طلعت، ده اول فرع او اول ثمره، ودي تاني ثمره، وفي براعم تانيه جنبها لسه طالعه. زي ما انتم شايفين كده الحمد لله نبات اللوبيا اصبح صحيح وكويس وبدأ يثمر. طبعا الاوراق الاكثر اصابة بنحاول نتخلص منها ونسيب الورق اللي هو اقل اصابة، وزي ما انتم شايفين ده النبات. انا هسيب لكم طريقة المحلول، محلول الثوم والشطة والصابون في صندوق الوصف اللي حابب يشوف الطريقة عملي، وانصحكم بالمحلول ده لكل انواع الاصابات الحشرية والفطرية. بصراحة مفيد جدا وعن تجربتي وتجربة ناس اخرين. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسونيش بخالص الدعاء، ولو انتوا جداد في القناة تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوف تعليقاتكم الجميلة اللي زيكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.